ازيكم، انا مية حسن وقناتي بيور فود. النهارده معانا كيكه الخلاط اللي جميله جدا، من غير لبن، هتعجبكم قوي. اهم حاجه لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش على الطريقه على طول. بصوا، احنا كسرنا 6 بيضات في الخلاط، تمام؟ دي المقادير بتاعتنا، وهنحط 2 كوباية سكر، دي تاني كوباية، تمام. هنحط 2 كوباية زيت او 1 كوباية زيت وفيما يعادل 1 كوباية زبدة. انا حطيت كده، هتدي طعم وتست احلى للكيكة. يبقى حطينا 6 بيضات، 2 كوباية سكر بودرة. الكوبايتين دول يعني متوازنين تماما. لو حابة تحطي، بتحبي السكر الزيادة، ممكن تحطي 1 كوباية كمان، هيكون طعمه برضو حلو جدا. بس عشان انا حطيت مكسرات وحطيت شوكولات شيبس، فعشان ما تبقاش مسكرة قوي، هنحط 2 كيسين بيكنج باودر، 2 كيسين فانيليا، وهضرب كل الخليط ده في الخلاط. انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتش دقيق. بصوا، الفقاقيع دي فقاقيع الهواء، دي كده معانا كده ان الكيكه هترفع معايا، يعني تضربيها في الخلاط لحد ما تديكي المنظر ده بالظبط. وبعد كده هنحط بقى الدقيق، تمام. هنحط 4 كوبايات دقيق، سهله جدا واسهل من المضرب بكتير. واللي ما عندهاش مضرب هتتصرف وتعملها في الخلاط، يعني طريقتها سهله جدا. 3 كوباية، 4 كوباية، حطينا 4 كوبايات دقيق. هشغل بقى عليهم الخلاط، وتشغلي شوية وتطفي شوية لحد ما هيديك القوام اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. طبعا تقدري يبقى دي الخطوة الأخيرة خالص، وتحطيها في صينية طبعا بعد ما بتعمليها بزيت والدقيق، وخلاص كده يعني الخطوات بتاعتنا كلها خلصت. لكن أنا حبيت أعملها لكم بشكل جديد، فقسمت الخليط على طبقين، كل طبق هعمل فيه افتكاسات كده. فتعالوا نشوف. أول طبق هنحط 2 معلقة كاكاو خام. طبعا لو حابه تركزي الطعم الكاكاو اكتر وبتحبيه اكتر، بتزودي زي ما انت عاوزه، بتزودي الكميه، تحطي 4 معالق. بس انا ما بحبش طعم الكاكاو قوي، او ما بحبش الشوكولاته الغامقه قوي، فبحط 2 معلقة بس. بصوا بقى الروعه بقى، الشوكولات شيبس دي تحفه جدا، اختراع ممتاز، هتسيح في قلب الكيكه وتديها لك كده الطعم وشكل حلو جدا. تمام، وهبدا بقى اقلب. بصوا، في اتجاه واحد وبالراحه، يعني ما بخلطش خلط سريع او بالمضرب اليدوي، لا، بمعلقه كده زي ما انتم شايفين عشان ما خرجش الهواء من الكيكه. وطبعا دهنت قالب بالزيت وعفرته شويه بالدقيق، وابدا انزل الكيكه بتاعتي. طبعا ما بملاش القالب، لان الكيكه دي كلها هترفع معايا دلوقتي. ابدا بقى بالراحه جدا، ابدا اوزع الكيكه في القالب كويس، واخبط القالب كذا مره على الرخامه عشان تطلع لي اي فراغات في الكيكه. هبدا بقى اخش على النوع التاني من الكيكه. بصوا، خطوه مهمه جدا، انا حطيت الاول زبيب وعين جمل ولوز، تمام. طبعا لو حطيتهم كده في الكيكه هتلاقيهم كلهم نزلوا تحت في قعر القالب واتحرقوا. انا طبعا عايزاها تبقى في الكيكه كلها، فهعفرهم بشويه دقيق من غير ميه ولا اي حاجه، شويه دقيق بس هيخليها تمسك في الكيكه وتثبت وما تنزلش تحت. دي تكايه مهمه جدا في الكيكه، لو هتعمليها بطريقه الانجليش كيك او هتعمليها بالطريقه اللي انا بعملها دي، تحطيها مكسرات، لازم تعفريها بالدقيق. وهقلب بالراحه زي ما انتم شايفين، بس تقلبتين بس يا دوب المكسرات تدخل في الكيكه، ومش اكتر من كده. وابدا برضو انزل بيها في القالب. اهم حاجه بقى في الخطوه دي ان الفرن بتاعي يكون سخن جدا، وبحط الصينيه في النص، ما بحطهاش تحت ولا بحطها فوق، بحطها في النص عشان ترفع معايا كويس. طبعا كده، بصوا بقى بعد الكيكه ما استوت، طبعا قبت وبقت جميله جدا وحلوه قوي، وشكلها بصراحه وطعمها كان تحفه ومن غير لبن خالص.
هي دي كيكة الخلاط بتاعتنا، يا رب يكون عجبتكم. تقدري طبعا تقدميها باي شكل انت عاوزاه. انا قطعتها زي التوست كده ترانشات وحطيتها في طبق وقدمتها، وكانت جميله جدا وطعمها حلو قوي، وكانت طريه قوي من غير لبن، لا لبن ولا عصير، يعني لا ده ولا ده. طبعا لو حابه تعمليها بالفراوله ممكن تحطي اللي بدل الشوكليت شيبس تحطي اللي هي بالفراوله، الشيبس اللي هي بالفراوله، وتحطي عليها كوبايه عصير فراوله، برده هتبقى جميله جدا. ولون طبعا سنه لون احمر هتديكي اللي هي الكيكه القطيفه الحمراء بس فيها الشوكليت شيبس اللي بالفراوله، جميله جدا. يا رب الفيديو كان عجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهتوحشوني واشوفكم على خير.